أهلا بكم. والبداية من واشنطن، ففي خطوة تاريخية لم تحصل منذ 100 عام، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، حيث حصد القرار تأييد 216 صوتا، منهم 8 جمهوريين مقابل 210 أصوات دعما له. وأعلن مكارثي أنه لن يترشح للرئاسة مجددا، فيما رفع المجلس جلساته حتى يوم الثلاثاء المقبل بانتظار التوافق على مرشح للحزب يحظى بدعم الأغلبية. وبعد عزل مكارثي، تم تعيين النائب باتريك ماكهنري رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بالإنابة، حيث يتمتع رئيس مجلس النواب المؤقت بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب المنتخب. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في وقت سابق إلى المسارعة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن مكارثي من المنصب. لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يعزل رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، حيث صوت نواب المجلس بعزل كيفن مكارثي بعد مطالبة عدد من الجمهوريين بطرح الإجراء للتصويت، ومرر بموافقة 216 نائبا، 8 منهم جمهوريون وأعضاء فيما يعرف بتجمع الحرية والبقية من الديمقراطيين. أهدافي لم تتغير، فقط قدرتي على القتال ستأخذ شكلا مختلفا. نحن بحاجة ل 218 صوتا لاختيار رئيس جديد، ومع الأسف يمكن ل4% من الجمهوريين الانضمام لكل الديمقراطيين كما حدث اليوم لاختيار رئيس جمهوري جديد لمجلس النواب. لا أعتقد أن ما حدث مفيد للمجلس، لكن يبدو أنني الوحيد الذي يعتقد ذلك. لن أترشح لمنصب رئيس المجلس مرة أخرى، وسأجعله يختار شخصا آخر. يأتي قرار عزل مكارثي بعد يوم واحد من تمرير قانون التمويل المؤقت للحكومة الفيدرالية، والذي طرحه مكارثي للتصويت واعتمد على الديمقراطيين لتمريره قبيل ساعات من موعد الإغلاق الحكومي، حيث كان سيؤدي وفقا لخبراء إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الأمريكي، ويحرم ملايين الموظفين الفيدراليين وأفراد الجيش الأمريكي من رواتبهم. لكن الجمهوري ميت غيتس، أبرز نائب في تجمع الحرية، توعد مكارثي بالإقالة من منصبه بعد تمرير قانون. I don't think voting against Kevin McCarthy is chaos. لا أعتقد أن التصويت ضد كيفن مكارثي فوضى. أعتقد أن 33 تريليون دولار من الديون هي الفوضى، وأن مواجهة عجز سنوي قدره تريليوني دولار فوضى، وأن عدم الاتفاق على حجم الإنفاق هو الفوضى. هذه الأيام القليلة الماضية حاولنا إيقاف تمرير قوانين تحظى بالزخم المجتمعي، وسهرنا الليالي لطرح بدائل جيدة، وهذا ما يتوقعه الشعب الأمريكي. إنه شيء لم يقدمه كيفن مكارثي. بعزل كيفن مكارثي يهيمن على الكونغرس قلق من فوضى محتملة، حيث علقت جلسات مجلس النواب لحين انتخاب رئيس جديد، مع ضبابية حول خليفة مكارثي وقدرته على التفاوض مع تجمع اليمينيين المتشددين من الجمهوريين، والذين يسعون لإدخال أمريكا في حالة إغلاق حكومي منتصف نوفمبر المقبل بسبب رفضهم تمرير أي مساعدات إضافية لأوكرانيا وخفض الإنفاق العام. كريم يسري، المشهد، واشنطن.